في موضوع كده بيتعلق بالنكد الزوجي. في دراسة بتقول، دراسة اتنشرت في مجلة أمريكية لأمراض القلب في من كام فترة يعني، قالت إنه الرجالة اللي بيتعرضوا للنكد الزوجي يعني الغير راضيين عن زيجتهم أكثر عرضة للسكتة القلبية المفاجئة أو الموت المفاجئ بنسبة 86% من مقارنة باللي راضيين بحياتهم الزوجية. ويعني النكد الزوجي طبعا مش عارف ليه مرتبط كده عندنا في مصر وكأنه ما فيش نكد زوجي في أي دول أخرى زينا يعني، بالتأكيد فيه نكد زوجي. لكن عموما خلوني أتعرف على رأي ضيف وضيفة في هذه الدراسة اللي هي بتتكلم عن انه النكد الزوجي اسرع طريقه للتخلص من الرجال. الاستاذ ابو العباس محمد الكاتب الصحفي بالاهرام والاستاذه ايمان علي المحاميه، برحب بحضراتكم. استاذ ابو العباس، ايه رايك في هذه الدراسه؟ طيب لو الاستاذه ايمان يعني جاهزه ناخد الاستاذه ايمان. موجوده مع حضرتك. اهلا بحضرتك يا استاذه ايمان، رايك ايه في هذه الدراسه؟ لا طبعا الدراسة كده ظلمة الست وزي ظلمة المرأة، يعني في الظروف اللي احنا دلوقتي بتمر بيها البلاد في ظروف اجتماعية لازم الراجل يتأثر بيها، مش الست اللي هي بتكون السبب، يعني بصفته ان هو قوام على بيته وبيعجز عن تلبية متطلباته ومتطلبات الأسرة بيعتبر ده سبب من الأسباب التي تؤدي إلى الضيق. لا بس النكد، النكد الزوجي مش بس في الأسر اللي هي ذات الدخل المحدود، يعني في ناس أغنياء ويعني غرقانين في النعيم وعندهم نكد زوجي يا أستاذة إيمان. يعني ماشي يا دكتور عمرو، ما هو بقى بيكون سبب اختيار الزوج بقى، معلش ما انا دلوقتي انا راجل طبيب مثلا اروح اتجوز واحده غير تكافؤ اجتماعي ما بيني وما بينها، يجي بعد كده يقول هي السبب، هي اللي وصلتني لكده، عدم الاختيار، سوء الاختيار هو ممكن يوصله لكده. فبتيجي الست طبعا بيبقى ما فيش فكر، ما فيش تعامل ان هي تقدر تتكيف مع الطبقه اللي هي دخلتها، فما يحطش كل حاجه عليها ظل الظروف الاقتصاديه اللي احنا بنمر بيها برضه والظروف الاجتماعيه. هو بيكون عنده مشاكل في شغله، بيكون عنده مشاكل مع اصحابه، مشاكل مع اخواته، ما يحطش كل حاجه على الست. يا الست هتعمل ايه؟ الست بتبقى تلتين اليوم بتبقى في البيت وهو بيبقى بره، بتكون هي برضه مضغوطه عصبيا وجسمانيا في تربيه الاولاد ومذاكرتهم ومدارسهم. طيب. فكل ده برضه عبء على الست. استاذ ابو العباس محمد، مساء الخير يا رجال. مساء الخير دكتور عامر، كل سنه وانت طيب. وحضرتك بالف خير. الاستاذه ايمان علي بتقول ان الدراسه دي اللي احنا نشرتها مجله امريكيه قالت انه يعني الدراسه دي ظلمت المراه. طبعا. هل ايوه معاك. هل حضرتك موافق الاستاذه ايمان على انه هذه الدراسه اللي بتقول انه النكد الزوجي يعني اسرع طريقه للتخلص من الرجال او انه الرجاله اللي هم مش مرتاحين في حياتهم الزوجيه بيتعرضوا بنسبه كبيره جدا للموت المفاجئ والسكته القلبيه والى اخره. الاستاذه ايمان بتقول انه الدراسه دي ظلمت المراه، ايه رايك؟ لا هو هذه الدراسه فيها الى حد كبير يعني رؤيه واقعيه، لكن مش هنقول الموت المفاجئ وغيره دي طبعا حاجه يعني الأعمار بيد الله، لكن بتكون سبب رئيسي على أن هناك أمراض تصيب الرجل. أولها يعني إذا زاد هذا النكد عن حده يدخل الرجل في حالة اكتئاب، أنه يعني يقترب من زي ما بقول من فشل حياته الزوجية إذا استمر النكد وطلاق، وإذا كان أيضا بعد الطلاق زي ما بقولوا بيصيبوا أولاد، فالرجل يجلس كثيرا ليفكر في مصير هؤلاء الأطفال، في مصير بيته اللي هيتخرب، في حاجات زي من هذا القبيل، وبالتالي يصبح الأمر في هذه الحالة الرجل مهموم هم كبير فيما بعد. والأمر الثاني أيضا في موضوع النكد يعني فعلا بأثر، نعم، لأن حينما يكتئب الرجل تبدأ هنا الأعراض يعني زي ما بقولوا تبقى متنوعة. فجأة طبعا زي ما بقول الذهن مشغول، ما فيش نوم، ما فيش نفس في الأكل، ما فيش مش عارف إيه، فنلاقي نفسنا داخلين في ملامح عرضية أو أعراض لا ملامح تكاد تقترب من زي ما بقول أمراض ممكن كل واحد ورزقه بقى.
في واحد يكون دمه حامي وما بيستحملش من كتر النكد وصعبان عليه مراته دي او صعبان عليه نفسه، فممكن جدا المساله تكون شديده عليه. في واحد ثاني يبقى باله واسع ومستريح وراجل يعني ضاربها زي ما بقول صارمه والكلام اللي احنا بالمثل البلدي، فيقعد يستحمل شويه وحاجات زي كده، وخاصه اذا كان هناك اطفال او اولاد في هذه العلاقه الزوجيه. طيب وبالتالي في كلا الحالات هناك خساره كبيره جدا بتحدث داخل هذا البيت. الامر الاهم ان هذه الايام انا واحد من المتوقعين او المراقبين لفكره زياده النكد الزوجي، لان غالبيه النكد الزوجي بيبقى نابع من ازمات اقتصاديه، ان الزوجه بتبقى لها مطالب والزوج غير قادر على تنفيذ هذه المطالب. طب والنكد الزوجي عند الناس المرتاحين اقتصاديا؟ لا، ده النكد الزوجي عند الناس المرتاحين انت تندهش انه ممكن جدا يكون اعلى، لانه ده متعلق بفكره الطموحات. ايوه، يعني الستات بتبقى ليها طلبات طبعا عاليه جدا. طيب والراجل نفسه ليه طلبات برضو. انا كان نفسي، والله كان نفسي اكمل معاكم، بس يعني زمايلي بيقولوا لي الوقت الوقت الوقت. خلينا نرجع لهذا الموضوع، ربما نعمل له فقره يا استاذ ابو العباس. وتشرفنا حضرتك والاستاذه ايمان علي، انا بشكركم شكرا جزيلا.